وفي برنامجكم ماتينال الحياة. ماتينال الحياة كل يوم من الاثنين للجمعة مع حسام الرابحي على الحياة FM. ماتينال الحياة الأقرب ليك. سينوكي مالعادة لكلكم تتسألوا مع بداية هذا الأسبوع الطقس كيفاش باش يكون، نقول لكم التفاصيل تو تسويت في ميتيو. ميتيو 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 أحوال الطقس على الحياة FM. قبل ما نعطيكم تفاصيل الطقس اليوم الأسبوع هذا هو أسبوع الامتحانات بالنسبة لصغيراتنا، إن شاء الله ربي نجحكم وإن شاء الله ربي يوفقكم صغيراتنا الكل، خاصة اللي برونشي معنا تاو يسمعوا فينا وماشيين يعديوا في امتحاناتهم، إن شاء الله ربي نجحكم ويوفقكم الناس الكل. ولي بارون زاد كيف كيف أكيد يكونوا ستريسي شوية، دونك نقصوا شوية من الستريس وإن شاء الله بالتوفيق لصغيراتكم الكل. سينو خليني نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم، أسبوع جديد باش نكون كله يعني بمؤشرات هدوء نسبي وتقلص فعالية الرياح وتتراجع سرعتها الى ما دون 40 كيلومتر في الساعه. بالنسبه للبحر باش يكون مضطرب الى متموج واجواء باش تكون قليله السحب الى مغيمه جزئيا باغلب الجهات، ومن المنتظر ان تتراوح الحراره القصوى بين 21 و 28 درجه. الطقس بالنسبه لليوم باش يكون ربيعي بامتياز، دونك ديما نوصي ديما ردوا بكم على رواحكم هكا تنقص شويه في الدبش ومن بعد تعاود تلبس هاي ريحت هاي سخنت، دونك حاولوا انكم تستحفظوا على صحتكم وتستحفظوا على رواحكم قد ما تنجموا. هذه فكره عامه على احوال الطقس بالنسبه لليوم في الميتيو. ميتيو 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 احوال الطقس على الحياه الفارغه. نهاركم زين، هذه العلي الرياحي باش نسمع.